أخبار عديدة ومتنوعة نوجزها لكم في أخبار الحياة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، نجحت وزارة الصحة وسكان بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في إجراء العمليات الجراحية ل 7606 مرضى كانوا على قوائم الانتظار من أصل 12127 مواطنا مسجلين في المبادرة منذ بدايتها في 18 من يوليو من العام الجاري. وتقوم المبادرة على 9 تخصصات طبية حرجة، وهي القلب المفتوح والقسطرة القلبية وجراحة تغيير المفاصل وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة للأطفال وزراعة القرنية وجراحات المياه البيضاء وجراحة أورام ومخ وأعصاب. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا العزيزة بالمزيد من الأمن والتقدم والازدهار. وتنفيذا ايضا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج الطفله مروه تامر محمد، تواصلت الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان مع والده الطفله ووجهت بتوفير سياره اسعاف مجهزه لنقل الطفله من منزلها بمركز الباجور بمحافظه المنوفيه الى مستشفى معهد ناصر لعلاجها على نفقه الدوله، مع متابعه الحاله بصفه يوميه وارسال تقرير طبي بحالتها للرئيس. وقامت المستشفى باجراء الجراحه اللازمه لها بواسطه فريق طبية على أعلى مستوى، وهي الآن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة. ويأتي هذا التوجيه ضمن أعلان الرئيس أن عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وحيث أن الطفلة المذكورة من ضمن هذه الفئة فقد ولتها الدولة اهتماما بالغا. قدم قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعلنت السلطات المصرية غلق معبر رفح أمس الجمعة واليوم السبت الموافقان 17 و18 من أغسطس الجاري على أن يتم فتحه غدا الأحد طبقا للشروط السابقة، ويعاد غلقه اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20 من أغسطس وحتى السبت الموافق 25 من نفس الشهر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت عن وفاة حاجة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية تبلغ من العمر 62 عاماً وتتبع حج قرعة الداخلية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة ل 18 حالة. تحل اليوم 18 من أغسطس ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي أنيس محمد منصور، وهو كاتب صحفي وفيلسوف وأديب مصري اشتهر بالكتابة الفلسفية عبر ما ألفه من إصدارات جمع فيها إلى جانب الأسلوب الفلسفي الأسلوب الأدبي الحديث.